يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول جرت العادة في خطابات تقديم للمسؤول، يقول جرت العادة عند تقديم خطاب لمسؤول أن يقول صاحب الخطاب أطلب من الله ثم منكم، فهل في هذا شيء؟ لا، هذا الشيء أطلب من الله ثم من الموظف أو من المسؤول أنه يحل مشكلك، ويقدر على هذا، يقدر على حل مشكلك وعلى على إنجاز معاملتك، يقدر على أن تسأله شيء يقدر عليه وهو من اختصاصه ومن عمله. نعم.